السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتابع الدرس بتاعنا اللي احنا عارفينه قبل كده، اللي هو درس الظرف. وزي ما احنا عرفنا ان الظرف نوعين، ظرف زمان وظرف مكان. النهاردة بإذن الله هنتكلم على ظرف الزمان، وهو اسم يبين زمن حدوث الفعل او وقت حدوث الفعل، بمعنى ان انا عندي فعل وعاوز اعرف وقته او زمانه حصل امتى. مثال: اتوضأ قبل ان اصلي. يا ترى هو انا بتوضأ امتى؟ طبعا ايه هتقولي لي قبل ان اصلي. كلمه قبل هنا يعني ظرف الزمان بتاعي، يعني عرفتني الوقت بتاعي ان انا اتوضيت امتى، اتوضيت قبل ان اصلي. برضو قال لي ان ظرف الزمان برضو عليه كلمات داله. ايه هي الكلمات دي؟ قال لي ليلا، صباحا، قبل، بعد، مساء، نهارا. وطبعا في كلمات اخرى باذن الله لما نطلع جونيور 3 وجونيور 4 هنعرفها كلها. خلاص، يبقى نقول تاني الكلمات الداله عليه: ليلا، صباحا، قبل، بعد، مساء، نهارا. برضو لاحظنا ان برضو ان الظرف ايه، يا اما تنوين بالفتح يا اما منصوب برضو بالفتح. يبقى لو لقينا اي كلمه من الكلمات دي مش منونه بالفتحه او ما عليهاش فتحه، يبقى دي ما تعتبرش ظرف. الظرف عندنا منون بالفتحه او عليه فتحه. تاني الكلمات الداله عليه: ليلا، صباحا، قبل، بعد، مساء، نهارا. ناخذ بعض التدريبات برضو عشان ناكد على ظرف الزمان وازاي هنعرف نحله. بيقول لي اول حاجه: زرنا عمي نقط المغرب. يا ترى هنزور عمنا امتى؟ طبعا هنا ما عندكش اختيارات. هفكر زرنا عمي امتى؟ حد هيقول لي مثلا يا ميس ايه قبل المغرب، حد هيقول لي بعد المغرب. الاجابتين صحيحه، قلت قبل المغرب صح، هتقول بعد المغرب صحيحه. ناخد المثال الثاني: نذهب الى اعمالنا نقط. بنذهب لاعمالنا امتى؟ انت كده بتروح المدرسه امتى؟ او بابا بيروح الشغل بتاعه امتى؟ هتقول لي الصبح. ينفع اقول نذهب الى اعمالنا الصبح؟ لا، هقول ايه؟ صباحا. خلي بالك من ايه، من نطق الكلمه بتاعتي بتاعت الظرف، صباحا. رقم ثلاثة: نغسل اسناننا نقط النوم. بنغسل اسناننا امتى؟ انت رايح تنام، يبقى هتغسلها ايه؟ بعد ما تنام؟ لا طبعا، هتبقى ايه؟ قبل النوم. نضيء المصابيح. احنا المصابيح بنضيئها امتى؟ اللي هي اللمبات بتاعتنا. المصابيح دي بنضيئها امتى؟ طبعا بنضيء المصابيح ليلا. رقم خمسة بيقول لي: يظهر القمر نقط. القمر بيظهر امتى؟ بيظهر القمر، هتقولي ايه؟ طبعا ليلا. برافو، انا شايفه الاولاد معايا شطار. بعد كده رقم ستة: أرتب سريري نقط الاستيقاظ من النوم. يا ترى برتب سريري امتى؟ بعد الاستيقاظ من النوم. ننام نقط ونستيقظ نقط. احنا بننام امتى؟ هتقولي ليل. برافو عليك، بس هقول ليل كده، هقول ايه؟ ننام ليلا ونستيقظ صباحا. اذهب الى المدرسة. يا ترى احنا بنذهب المدرسة امتى؟ بنذهب المدرسة بالليل ليلا يعني؟ لا طبعا، هنقول اذهب الى المدرسة صباحا. اقرأ الدرس نقط حل الأنشطة. أنا هقرأ الدرس عشان أحل الأسئلة بتاعتي، يبقى أقرأه إمتى؟ بعد ما أحل الأسئلة ولا قبل ما أحل الأسئلة؟ طبعًا هتكون قبل حل الأنشطة. وبكده يكون درسنا انتهى، وعرفنا إن الظرف نوعين: ظرف زمان وظرف مكان، وعرفنا الفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف المكان هو اسم يبين مكان حدوث الفعل، وظرف الزمان هو اسم يبين زمن حدوث الفعل. وعرفنا الكلمات الدالة على ظرف المكان والكلمات الدالة على ظرف الزمان، وعرفنا إن برضو إن الظرف ده لازم يكون عليه تنوين بالفتح أو عليه فتحة. وبيكون وبرضو في معلومة تانية لازم تعرفوها، إن الظرف لازم يكون من غير ألف ولام، يعني نكرة. نكرة يعني إيه؟ يعني من غير ألف ولام. ويا رب تكونوا بإذن الله استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.